لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني أمته. أيذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدر سورة النساء، فلما وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. قال مجاهد: كل حلال وحرام. وقال وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق، من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وهدى أي للقلوب ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الأوزاعي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بالسنة، الكتاب وبالسنة معه. ووجه اقتران قوله ونزلنا عليك الكتاب مع قوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: ويوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال، أي في تفسير إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، معادك يوم القيامة، يقول وهو متجه حسن. الأقوال الأخرى: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها.
قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. يقول: نسأل نبيهم الذي بعثناه إليهم للدعاء إلى طاعتنا. وقال من أنفسهم لأنه تعالى ذكره كان يبعث إلى أمم أنبياءها منها. نسأل نبيهم ماذا أجابوك وما ردوا عليك، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم: وجئنا بك يا محمد شاهدا على قومك وأمتك الذين أرسلتك إليهم بما أجابوك وماذا عملوا بما أرسلتك به إليهم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول: نزل عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه حاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب، يعني وأوسع من ذلك كما قال ابن مسعود، وهدى من الضلالة ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه من حدود الله وأمره ونهيه، فأحل حلاله وحرم حرامه، وبشرى للمسلمين. يقول: وبشرى لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد وأذعن له بالطاعة، يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة وعظيم كرامته. عن مجاهد تبيانا لكل شيء قال: مما أحل وحرم. عن مجاهد تبيانا لكل شيء مما قال ما أمر به وما نهى عنه. قال ابن جريج: ما أمروا به ونهوا عنه. عن ابن مسعود قال: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن ثم تلا هذه الآية. ذكر مسألة الشهادة وأن الرسل تشهد على أقوامها يوم القيامة متكرر في القرآن العظيم، وذلك بناء على البلاغ، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو سبحانه يحب العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فهؤلاء الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإنما تقع الشهادة بناء على الإبلاغ، وكل من بلغه خبر نبي من الأنبياء لازمه التوحيد، وكل من أرسل إليهم نبيهم وجب عليهم متابعته في القليل والكثير. ثم صار العالم كله كقوم يعني كقبيلة واحدة وأرض واحدة، كل من بلغه خبر محمد صلى الله عليه وسلم كان داخلا في أمة الدعوة ممن يشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الشاهد يبكي وتذرف عينه شفقة من هذا اليوم، فكيف يكون حال المشهود عليه؟ وهذا الأمر لا بد وأن يشفق منه كل إنسان، لأنه سيشهد عليه أن القرآن قد بلغه، وكذلك ما بلغه عن السنة، فسوف يسأل: أعملت بهذا أم لا؟ وقبلت هذا أم لا؟ فلا بد إذن أن يكون هناك قلق واضطجاع، قلق وخوف أن يكون الإنسان قد فرط، حتى إذا شهد عليه يوم القيامة بما بلغه من الكتاب والسنة كان منذرا بعقوبة وعلى خطر العقوبة.
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. كما ذكرنا كل أمة كان يبعث الرسول فيها خاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولذا كان هؤلاء إشارة إلى أمة الدعوة، كل من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شهيد عليهم بما بلغهم، والعبرة بأن يبلغهم خبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فهذا صريح في أن كل من بلغه خبره فهو منذر. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فهو المنذر، وإنما تتم الشهادة بذلك. وكما ذكرنا هذه الشهادة على الأمم كلها لقول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس كافة. فكل الناس مخاطبون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهم يشهد إذا بلغتهم هذه الشريعة وبلغتهم هذه الرسالة وبلغهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك تفاصيل ما جاء به، إذا قبلوا الشهادة يجب أن تبلغهم حتى يكونوا مؤاخذين به، وما لم يبلغهم بتفريط منهم كانوا مقصرين في طلب العلم يأثمون، ولكن لا يخرجون من الملة إن جاهلوا شيئا من ذلك. وأما إذا كان بغير تفريط مع عدم التمكن من طلب العلم فهذا يكون معذورا من كل وجه. وقضية الشهادة على الناس كافة هي فرع على لزوم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، خلافا للزنادقة والمرتدين الذين يزعمون أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقض الإيمان بالله، وأن الجنة ليست حكرا على المسلمين الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نشك أن الجنة حكر على المسلمين من كل أمة، على من اتبعوا الأنبياء توحدوا الله واتبعوا الأنبياء. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار الإسلام في الأرض هو في اتباعه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ولا يصح ادعاء من قال أنه مؤمن بالأنبياء ومسلم لله دون أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه خبره. من لم يبلغه خبره فهو ينظر هل بلغه خبر نبي غيره، فإن كان قد بلغه وكفر به كان كافرا، وإذا لم يبلغه خبره كان معذورا. فهذه القضية العظيمة الخطر، أعني قضية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم البشير النذير الشهيد على هؤلاء كل من بلغهم خبره، قضية عظيمة الأهمية في جو مشحون بالزندقة والنفاق لمحاولة تصويب الملل بزعم التعايش بينها. والتعايش حاصل، فالمسلمون لم يبيدوا الكفار الذين خضعوا لسلطان دولة الإسلام منذ عصور الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. ولو كانت هذه الأمم المكذبة للرسل والمكذبة للرسول صلى الله عليه وسلم تقتل ولا تعيش لما بقي لا يهودي ولا نصراني ولا زرادشتي مجوسي ولا هندوسي ولا بوذي، لأن كل هذه البلاد دخلت تحت سلطان الإسلام وعاش هؤلاء فيها. لكن أعداء الإسلام يعز عليهم أن يقول المسلمون إن الدين عند الله الإسلام،
ويوجبون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الخلق جميعا، يعز عليهم ذلك، ويريدون دعوكم وأنفسكم ولا دخل لكم بباقي الشعوب. وهذا كله من الظلم لهذه الشعوب أن لا يصلها خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا من بلغه خبر الرسول فهو المقصود بقوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قول ابن مسعود كما ذكر ابن كثير أوسع وأشمل وأعم تبيانا لكل شيء. فهل يقول عاقل أن مثلا علم الجبر وعلم الهندسة وعلم الفيزياء وعلم الطب وعلم الكيمياء تفاصيل كل ذلك مذكورة؟ نقول إنما المقصود كل شيء يحتاجون إليه من العقيدة والعبادة والأعمال والمعاملات والأخلاق الواجبة وكذا علاج أمراض القلوب وإصلاح أحوال القلوب، كل هذه إضافة إلى نظام إدارة الدولة والمجتمع التي هي السياسة الشرعية، بحيث يعرف المسلمون ما يلزمهم كمجموع في نظام الثواب والعقاب والقضاء بين الناس والأمر والنهي والقتال والحرب والسلم والمعاهدات والاقتصاد والمال ونظام الحكم والسياسة، كيف ينتخب الأمراء والحكام والخلفاء، وكذلك ما يحتاجون إليه في النظام الاجتماعي ونظام الأسرة والزواج والطلاق وكذا في أنواع المعاملات والبيوع والشركات والمضاربات والإيجارات، فإن كل ذلك تضمنته هذه الشريعة العظيمة. وكذا الإرث، وباب الأخلاق من أوسع وأهم الأبواب التي يحتاج إليها الناس. ثم أمر الاعتقاد كما ذكرنا كلها، فالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، كل هذه فيها تبيان من القرآن، وهي القضايا التي فطر الله البشر على البحث عنها والسؤال عنها، لا يزالون يسألون من أين جئنا، إلى أين نذهب، لماذا أوجدنا من أوجدنا، كيف نعيش حياتنا، كيف توزن الأمور، كيف نتعبد، كيف نحلل ونحرم، كيف نعاقب من خالف، كما تضمن الكتاب إشارات إلى العلوم الحديثة والقديمة وتاريخ الأمم. فهذه التي يحتاج إليها، يحتاج إليها الناس في استقرار حياتهم، موجود أصولها. فقد ذكر سبحانه وتعالى في باب الطب يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، أخذ الأسباب به بتناول الأدوية التي منها العسل مثلا، وهكذا. فعلم الحساب موجود في المواريث، وكثير من العلوم موجود الإشارة إليها، لكن في الجملة ما يحتاج إليه. أما العلوم التي لا يحتاج إليها فقد أعرض عنها القرآن، كعلوم الفلسفة وعلم الكلام على الطريقة اليونانية وعلى طريقة يعني هؤلاء المتكلمين الذين لا يعني لم يترسخ في قلوبهم الإيمان بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قول من قال بالسنة في غاية الأهمية، وذلك لأن الكتاب تضمن الدلالة على السنة. فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما كذلك تضمن باقي مصادر التشريع. فقد ذكر الله الإجماع، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ودل الكتاب أيضا على القياس، فقال سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال وأنزلنا، قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإذا دل على الميزان، وإذا كان العدل مأمورا به فيما يوزن من الموزونات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك، فيمكن أن يترك الاعتقادات والأقوال والأعمال بلا ميزان؟ لأن الناس يخترعون أقوالا وأفعالا، فلا بد من ميزان توزن به. فما تضمنه الكتاب يوزن به ما أتى بعد ذلك من التصرفات. فلذلك كان القياس الصحيح مذكورا في الكتاب، وكذا كثير من القواعد منصوص عليها في القرآن من ما يحتاج إليه في البيان. فالكتاب قد تضمن أصول التشريع كما تضمن ما يحتاج الناس إليه في أصول التشريعات كلها. وأما الأخبار السابقة والآتية فهي داخلة في مسائل الإيمان. فلذا الكتاب فعلا تبيان لكل شيء يحتاج إليه الناس. وقوله: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هذا الموضع من المواضع النادرة التي مدح فيها المسلمون وأخبر الله عنهم بدخول الجنة وحصول الرحمة والهداية والتبشير لهم دون ذكر المؤمنين. وهذا من أهم المواضع في معرفة أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان غالبا. فإذا أطلق اسم الإسلام قصد به هذا الدين جملة، قصد به كل ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وسائر الأمور. وإذا أطلق الإيمان دخل فيه العمل كما دخل فيه الاعتقاد. فالإسلام إذا أطلق فهو دين كامل فيه الاعتقاد والعمل، والإيمان كما هو دل على الاعتقاد يدخل فيه العمل كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هو هذا الموضع عندما ذكر الإسلام فقط كان داخلا فيه الإيمان. وقد يعني حاول ابن تيمية الاستقراء فقال أنه لم يرد مدح للإسلام بغير اقتران بالإيمان، وهذا الموضع في الحقيقة متضمن لذلك، أنه مدح للإسلام مجردا لأنه دخل فيه الإيمان. لأن المقصود بالهدى والبشرى للمسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الأنبياء الذين دخل فيهم أول الأمر أهمية، وهو أمر الاعتقاد. وقد ورد موضع آخر في هذه السورة وسيأتي إن شاء الله فيه ذكر الاقتران بين الإسلام والإيمان مع اتحاد المعنى، خلافا للمعتاد في السياق كتابا وسنة أنه إذا ذكر الإيمان والإسلام فالإسلام أمر الظاهر والإيمان أمر الباطن، لكن قد يقع اقتران ويكون المقصود التوافق في المعنى، مثل قوله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. لا يمكن أن يكون المسلمون هنا هم أهل الظاهر فقط، يعني الذين يفعلون الأعمال الظاهرة فقط دون إيمان. من كان كذلك لم يكن له بشرى ولم يهتدي هداية حقيقية،
وإنما الهداية الحقيقية بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لحكمه والمتابعة له والنية في ذلك. فإنما ينتفع المسلمون ويهتدون بالقرآن، لأن الكفار أعرضوا عن القرآن فلم يهتدوا بهداه، وهم يرحمون في الدنيا والآخرة بهذا القرآن العظيم. ولذا التمسك بهذا الكتاب والالتزام بما دل عليه والبقاء على ذلك إلى الممات سبب لحصول الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، وبشرى للمسلمين، وهي بشارة يجب أن تنشر لكل المسلمين في أنهم يدخلون الجنة يوما من الأيام، أصابهم قبل هذا اليوم ما أصابهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.